تنطلق اليوم وحتى 14 من شهر سبتمبر تدريبات النجم الساطع 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. يشارك في التدريبات أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة. تأتي التدريبات في إطار تعزيز التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023، تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية.